عليكم حبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ نتمنى الله تكونوا كاملكم بخير على خير، ومرحبا بكم معنا في الفيديو هذا ان شاء الله. يا ربي اول حاجه غنبدا بها شكرا لكم من القلب، الناس اللي بركت لنا على الدرع الفضي، الدرع الذهبي، وهذاك الناس اللي بركت لنا الدرع الذهبي اللي خطيكم، شكرا لكم من القلب، حيتاش فرحتوا معنا الله يفرحكم يا ربي يا الحبيب. واليوم ان شاء الله جبرتنا ماشيين لتطوان انا وعلي والبنات، نبدا ان شاء الله في التحضيرات ديال الحفله ديال جنس الجنين، ماشي زعما التحضيرات ديال الماكله ولا شي حاجه، ان شاء الله نشوف داكشي اللي الطبيصلات الكيسه يعني ملتزمات، وشنو ملتزمه ديال ملتزمه ولا ملتزمات قولوا لي شنو نقطعش واه قول لي قلت اسمن وعسل المراه كلشي مزيان مستلزمات هي هذه قول ان شاء الله يا ربي. صراحه شفت هيدا الكساوي اللي غنلبس، ما بغيتش نلبس تكشيطه ولا نلبس قفطان، بغيت يعني نعدل تكون شويه يعني مختلفه، وفي نفس الوقت تكون زعما ماشي يعني ما خصكش تقولي لهم خلي حتى يشوفوا، لا ضروري غنشارك معاهم المفاجاه حتى يشوفوا لبس عليه. لا ومايمكنش انا خصني نشارك معاهم كل شيء، بالعكس يعني اي حاجه نشاركها معاكم ان شاء الله يا ربي. وتشوفت الكره ولا كان الكره ما كاين غير ما كاينش يعني ديال الناس البنات المحجبات، كاين اللي كيكونوا هذا يعني يدهم عريانين، وانا انتم عارفين كنعدل السبنيه عندنا خيطه، دابا غنطلع نشوف شي تويب ونشوف المترو، غنمشي عند واحد الخياطه تويب غنمشي عند الخياطة والتوب يا هاد المرأة التوب وبحال التوب بحال تويب تويب قتلك سمع عقل دويبة أنا في ماريا ما عرفتش شنو عندي، يعني قلت شنو عندي مروة ما كانش كيبان مرة، يعني كانت العيلة كانت مقلوبة، وكنت كنقول يا ربي الحب عيش شنو عندي، بقى عقلي يلا خلقت يعني انا غايبه، قلت لها شنو عندي شنو زاد لي، قالت لي بنوته قلت لها مرحبا بها كلشي مزيان خاصها على الصوره مكمله. مريم مروه في الولد مروه تعرف المروه الثانيه خلقت مرا مريم، انا كنت كنقول يا ربي تكون بنت بنت ربي يعطينا شي بنيته الثانيه، وما عرف ما عرفتش علاش ما عرفتش علاش، انا كنت كنتمنى يكونوا عندي جوج البنات، انا فاش تزوجت كنت الحلم ديالي وربي رزقني بجوج البنات اقسم بالله. وعارفه وكنت كتقولها لي انا في مروه كنت نقول له عندي العائل، كيقول لي لا انا خصني البنت ما نسميها مروه. دابا لازمني ربي البنت الثالثه بنا قناه الله شي حاجه اقسم بالله غنفرح ونطير بالفرحه. انا البنات عزازين عليا بزاف، واش عرفتي ربي يعطيك البنات يكون عندك البنات وتهلا فيهم ويحسنوا بك، وهذه راه مؤنسات الغالية الجنة ديالها البنات زعما شي حاجة بنات هما الحجاب ديال الاب ديالهم، بنات حنانين على باباهم وعلى يماهم في كل شيء ماشي بحال الولد. ايوا الولد ضروري كيكون صعب شوية. ايوا الحمد لله البنت تطلع تعاون يماها تعاون باباها تسمع على الهضرة، تبقى كبرت تبقى تعاونك في كل شيء ومطيعة بزاف، لا رجال صعابين. واش مثلا انا ملي كان عندي 12 سنه ولا 13 سنه انا جبرني ما بنجيب لها شي حاجه ولا نوقف معاها في الكوزينه او نتسخر لك وتنهرب نمشي نلعب الكره وتنجري نمشي نقيله نجري مع العيال، وهذا شكون كانت كتجبر؟ كانت كتجبر خوتي في الدار البنات صافي شي اللي كاين يعملوا اتاه كيتعلموا يجدوا معاه يعملوا معاه الخبز وكل شيء. احنا رجال ماشي هما انتم البنات، فرق كبير الفرق الطريق راه واحد 10 دقائق صافي هي اللي كاينه 10 دقائق ما بين مرتيل وتطوان. شوف كنهضروا في البنات سبحان الله كنهضروا في خوتي عمرها طويل الاحسان اللي كتصنع عليا. المشاهدين كاملين كل من عندي احسان وكل طيبه تحيه لكم كبيره شكرا للمشاهدين كاملين. الله يبارك اختي هم كنسمعوكم وما كنسمعوكم راه انتم دابا في على المباشر. اختي احسان اللي ساكنه في المحمديه كتسلم عليكم وكتحييكم هي وفاطمه، حتى اختي فاطمه معاها عاوتاني. سمعوها كاين عرضها سمعوها ما كاين عرضها انتم كتسمعوا الوالدين كيرضوا البنات كيرضوا احسان كيرضي عزيزه كيرضي فاطمه كيرضي والله العظيم الى بخير الحمد لله اللهم الحومه صح والله يعطيكم الصحه
شاء الله. آمين آمين آمين. لا خطك أحسن. آمين أخي شكرا جزيلا أخي. آمين يا أبي آمين. صحيح هذا المكان اللي والسماء دام إيه. أنا عبارة. يلا تلّا لي فراسكم من بعد نظره يلا. نحو اليسار صافي وخ سمعناك. شوف حدا. لا لا هذه ما دايراش المهنه. انا فوت عليه نودو. كذاب الاخر قلنا دور على اليسار وهادي انتردي. ما خداماش. با هذيك انت اللي كوزنا عند الاتجاه نحو اليسار ثم الاتجاه نحو اليسار. هو عطانا هنا حتى البلاصه بالضبط. نايم اش ندير كذاب. صح تم الله يجيب لهم التيسير دابا. نعم سيدي قال لك خصك الدور علاش على اليسار. اوكي على بعد 50 متر عند الدوار عليك الاتجاه نحو المخرج الاول. صافي واخ الخروج من الدوار ثم الاتجاه نحو اليسار. فوت نعود انت ما بيكون انت الزمر هذا عاود عنده رحنا يا عاود في الرمط. الله يعطيك الصحه. انتم راجم شيك سي نزق كاسي راسو ولكن عرفتي كلشي ساك ساك الا اللي كتشنتي با تشنتفتي لقوا خرجوا فيه. نعاود البلاد انا. يا جزي بقى بحال شي تركي والله الا انتم مع الصباط. والله جيتي معايا مع الصباط كيما او بزاتني الغيره هذا ما تلبسو معاو والله الا عرفتي حوايجها كتلبسو. والله الا حوايج ديال با كتلبسو صراحه جاك واعي جاك اللبسه حمقى. والله الا جاتك اللبسه حمقى ضيعوني العجل واقيلا انتم. لا 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 والله خاطر انتم شوف انتم المشاهدين ديالنا قولوا لهم ما يكتبوا لي اعطيني الراي ديالكم في الكومونتيرات. مفتش كرومبو قلت له انا صراحه طلعت صراحه واعي مراج برت راسي. دابا 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 خصك تلبس هذه اللبسه ونكونوا خارج المغرب الله يرحم يمك. ماشي دابا انت تلبسها لي هذا الطالب لي احمد تركي قرطاسه. يا اولا اصلا خارج المغرب احنا نلبسوها داخل المغرب ما نكونوا ماشيين برا المغرب نلبسوها وصافي شحال خسر خصك تكون جاي ربالي زمان موراك. صراحة جاتك واعرة اللبسة والله الا حتى المنطو معايا الصباط الله يرزقك. انا باش تعرفوني انا ماشي انا هي واعرة انا واعرة انا لبس انا ملي كنعمل بيس كيجي معايا. سلام عليك وهذا الشيء ما كاين لا الرياضة دابا سالينا من الرياضة ما تبقاش باقي كانت رياضة خليها على الله وصلنا. العجب راس طال نشوفوا ولا هذيك كيفاش كتبان مشدودة. يا الصديق ديالنا جينا عنده كنتسخروا معاه دابا كيما معنا في اليوتيوب في البلوك هنايا شوفوا الدراري كاملين يجوا عندك. دراري صحابي تصور انا وياك بلاتي عم دراري صحابي كاملين يجيو شي حاجه شي حاجه انا متيطونها دراري صاحبي يجوا لي عنده هنا طب الحوايج تبارك الله المحل قداش هو هنا تبارك الله يسهل عليك. عطينا واحد صباط اخر عاود نقيسوا تشوفوا فين هو هذا صافي شفنا هذا عاوتاني. تاع داك جات انا شفت هو قاعد يعمل 19 مكاسر ايوا وفي الصيف الربيع خليه هذا هذا دابا كيصح شي توصل هذا جاك مزيان نديهم بجوج ونسو جاتك واعره خطير ولكن علاش الصراحه جاتني حسن انا الاولى الاولى جات واعره جات حمرا مزير شويه الالوان ما هربين عرفتي المنطو هارب حق الله اذا بغيتي شي حاجه كاينه 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 لا ما شاء الله ما بالك بيك او ما عجبوه ما مريم ومروه ويصال عجبوهم قال لك عجبونا بجبين فيهم جوج ماشي مشكل ما بالك بيك
عاد نروح مع عاوتاني الكليان ديالنا انت مرحبا بك قال اللي بغى يضرب شي لبسه شي حطه وعلى يجي لي عنده لا جا عندك شي واحد وقال لك على ود عليه تمام بلا ما نوصي على السي علي كلشي اجي ما يكون كاع على خاطره اي والله شكرا 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 لا بغيت اللون هذا نطلع الفوطه تشوف هذا اجي انا اختي ليها نقطع عليها انا اختي ليها هذا اي حاجه ما يكونش رهيف هذا دش يا زاد قصح هذا ستان دو سوا لا دومي سوا دومي سوا دوم غلوقين كولوريس انا ارتحت لهذا الصح صح عندي هذا بس سيستينا يلا نمشي عند الخياطه دابا بيه فاشي بلونكاس من بعد ما بلغت الثوب للخياطه قوزتو ولا وخديت العبر ان شاء الله بغيت نصور معكم تما نخلي لكم مفاجاه حتى تشوفوا الكسوه كيفاش عجيني ان شاء الله يا ربي. دابا جينا لمارتين واحد الحانوت فيه ملتزمات ديال الحلويات كاملين وشي ديال الحفلات المهم عنده كل شيء مجموع عندي ان شاء الله يا ربي البالونات وهذوك لك نونوس المهم بزاف ديال الايمات ان شاء الله اللي عندي ونشارك معكم ان شاء الله كل شيء نكمل معكم النهار ديالي قاموا سيد تشربوا معك العصر شوفوا العصر اللي جبتوه واش مزيان مزيون والله الا لذيذ واخا خفيف واخا خفيف بحال الما لذيذ شوف هادو هما ديال الكيكات يعني ديك بانكيك يعني الصراحه عنده بزاف ديال الانواع هنا يلا شوف الحاجه تاع بلادي باش نمشيو نطلبو من عندنا وقف وتسترق عندي الطباصل من هادو عنزيد لحسب نقدر نكونوا يعني بزاف بينا كثير لا مروشني غدي عندي واش عندهم شي حاجه ديال البيبي لا عندهم عاد بيبي هاد البيبي ما عندهمش صراحه كان خاصني معلقه فاش طاف في الذهبي ولكن ما جبرتهمش الذهبي في الذهبي ما جبرتش نصبغوهم حنا نصبغوهم نجيب لك الصباغه من الذهب ربتي راه من عملت شي نفافه اخرى فين ما حطيتو نجيبو إذا خصك من المعلق في الذهبي نجيب لك الصباغه ديهم هادو البويا نجيب لك الصباغه وصبغهم ونصبغ صبغهم بحال البيبان عادي هادوك دوك ما زديت ابو حط ابو شوف عيد ميلاد ديالك يا مريم اي شاهد النفافخ كي طلعوا في السماء ديك بالعواد كيشعلوا الضوء زاد لا ماشي كيشعلوا الضوء ديك النفخهم كتشبر في ديك العاود وكتطلق لك النفخه في السماء نديهم هذا بغيتو دابا انا خدامه عي كنقبط ونهز في يدي نديهم نعدل فيهم شنو هي بنتي شنو هي ما كيجيوش معاهم النفخه ماما هادو غنصنعوا لهم واحد اللعبه تما واعره على واحد الشكل خلي لكم مفاجاه ياك الشكل دائره المهم انا ما نقولكمش انا عندي واحد البلان في راسي ديك الساعه نوريك والله انا بخصك بغيت تستشر معايا بيبي خصهم يعرفوا المتتبعين باش يجيهم داك الشيء مفاجاه الا حرقنا داك الشيء والو ماما لا انا خصني واحد اللعيبه اللي كتكون فيها ديك بوي بوي صافي 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 شنو هادشي
شوفوا يصاد شنو يجمع فيها وقع تلعب المفافة ديال مارشميلو لحساب الديان ولا حساب ها هادو جابت واحده في الزراق واحده في الغوط ضروري انسى خطا ضروري خاصها تبيع اما للبنت ولا للعين 15 صاحبي هنايا في مارتيل ديما ملي كنكونوا نسخروا حاجه بالحانوت العطريه اي حاجه عنده كلشي مجموع هنا كلشي علاش ما قلبت جبرونا في احريق المره كنجيو لهنا عنده كنتسخروا كنشوف حنانيش الدار مليح الثمن عنده صراحه الثمن مزيان المره كنجبروا شويه منها واحد المره تسخرنا هنا من عنده عنده واحد الفلوك شحال بقاو يشوفوا السين شحال البنات بقاو يسولوا مونطاج خرجت قسما بالله الا مونطاج كتسول حقاش كنا دينا في ستاج و داكشي بنت جات لعندو من طنجة والله الا من طنجة من انستغرام معاك كتقولي في جاك كنقولها مشي لكمبوط احرق ودخل في وز السوق قلت لها من هنا دات الكاجو في ستاج قلت لك شي رخيص هنا واش شي عرفوك عرفو الناقصة والله الا ما عرفتش صوت صخرة تبارك الله درت كثر من قريب 2000 درهم في الصخرة وعجبها داك الشيء صافي دات مسارية صخرة الصخرة ناقصة ومشات شوف شنو نسيتي ها وانت لازم الصخرة ايه وش سي انا نمشي دابا انا عملكم واحد جوج الربوع عاد الصوصيط بلا ما تعدل عدل عشوية عنده قرانة كاين انا بلا ما واحد جوج الربوع نسحب لك الربوع اسحب لك الربوع شحال فيها قد هيتها يا باش تذوقوا على ما ندخلوا للدار نتعشوا نعرف العشاء موجود كاين في الدار احنا باش نعملوا لك ماشي مت الريحة قلنا نستناو كتشوفوا عنده داكشي هنا نقي الدجاج الصوصيط الكبده الباب البصله شي تبارك الله النقا واخا عنده هنايا طابله صغيره ولكن نقا لا صوص ومعمل لي هنايا خاي محمد جوج سندويشات الصوصيط الله يحفظك الله يجيب لك التيسير لا صوص عنده هنايا عاوتاني في هاد الطاجين عاود سخون هنايا يحفظك الحمار العشاق اللي كتشوفوا والعشاق ما بقاوش فين وما العشاق دابا باقين ولا بقى لا عشاق لا ولا